جوهر مشكله واثنين وثلاثه واربعه اساسيه يحتاج الى مواجهه، وده مش موجود. بالاضافه ان 34 35 وزاره ده غير مقبول في الوقت الحالي، الاصلاح المؤسسي يستوجب ان ندمج بعض الوزارات في اطار المشاكل اللي احنا بنواجهها. احنا حتى الان بنتكلم على ان احنا بنحتاج 339 اجراء عشان نطلع ترخيص شركه. فبديهي جدا كان من المفترض ان يتم ضم بعض الوزارات المعنيه بالتجاره والاستثمار، التجاره الداخليه والاستثمار والتجاره الخارجيه. لا زال